طيب حشرتني بيك. ارجعيش في كلامك. يلا. عشان ما فيش وقت، عشان عايز اكسب. الشخصية اللي بعدها. ايوه. بس انا بدي اوقف اوقف الشخصية اللي بعدها. قلتلك انا بتشد عليها. تقريبا كان بيدرس لنا عربي، مش عارف. مش عارفه. ما بتعرفه؟ مرسي. على نفسه. مش سامع فيه؟ لا لا لا.